بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشاعر: لكل شيء إذا ما تم نقصانه. وهذه الاعتبارات احنا اعمالنا ما هيش فوق النقد، واحنا جينا لهنا باش نستمعوا الاراء الساده والسيدات النواب وباش نوصلوا معناتها المشروع دستور اللي هو في مستمع طموحات التوانسه الكل. في خصوص بعض الملاحظات فقط في خصوص دمج بعض الهيئات، هذايا معناتها مقترح معناتها وجيه، لأنه حتى في التجارب المقارنة في دول أخرى اللي عرفت انتقال ديمقراطي واللي وضعت دساتيرها في السنوات الأخيرة هذه، فما صعوبة كبيرة أنه في إنشاء بعض الهيئات الدستورية بعد المصادقة على الدستور. ونذكر لهنا مثال جنوب أفريقيا والمثال المغربي كذلك، لأنه كان التصور في البداية معناتها لعدة هيئات، ولكن في التطبيق فما تداخل في صلاحيات كل هيئة، لذلك معناتها وقع فما صعوبة في إنشاء الهيئات اللي هي متداخلة في صلاحيات. فهذا ننتبه له معناتها، وضروري أن نركز أكثر في صلاحيات كل هيئة دستورية. فيما يخص الهيئة الأعلام، وهذه أساس ملاحظتي، نقول أنه في خصوص الهيئة هذه وقع الاستماع للممثلين عن نقابات، عن النقابة الوطنية للصحفيين سيد كمال العبيدي رئيس الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام، ممثلين عن النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية، وممثلين عن الصحفيين الشبان. وللأمانة معناتها نقولوا أنه بكلهم ما عندهمش تصور واضح لهيئة الإعلام وإلا لهيئة لتعديل الاتصال السمعي والبصري. وقت اللي جاوا في جلسات الاستماع لهم كان تركيزهم أكثر على قراءة ونقد للمرسوم عدد 115 والمرسوم عدد 116، ولم يكن لهم معناتها حلم أنها تدستر هيئة الإعلام ولا هيئة الاتصال السمعي والبصري. ولكن حتى التمشي اللي خديناه داخل لجنة الهيئات الدستورية، احنا كان عنا بدينا بنظرة انها تكون فما هيئة اعلام تشرف على الاتصال السمعي والبصري وتشرف على الصحافة بجميع اشكالها، ولكن بعد في جلسات لاحقة قلنا لا، يلزم لجنة، يلزم هيئة تعنى كان بالاتصال السمعي والبصري، والصحافة راهي هذه ينظمها القانون، ما تحتاجش لهيئة تعديلية. ولكن في الأخير معناتها وقع الاتفاق أنه أو الإجماع داخل لجنتنا أنه تكون الهيئة هذه فيها فرعين، فرع يعنى بالاتصال السمعي والبصري، وهيئة فرعية تعنى بالصحافة بجميع أنواعها، وفيها حتى الصحافة الإلكترونية. معناتها مش خليه حتى الصحافة الإلكترونية مش داخلة في مهام هيئة الإعلام. هذايا تصور احنا ممكن نكونوا اصبنا فيه، ممكن ان يكون فما بعض الاراء الاخرى، نحترموا كل الاراء. احنا حتى بالتجربه فما بعض النواب اللي سافروا لالمانيا وشافوا المثال الالماني، فما شكون شاف سافر لفرنسا وشاف المجلس الاعلى للاتصال السمعي والبصري، وكل الاحتمالات وارده، وممكن نغيروا في تصورنا للهيئه هذه اذا كان رات الجلسه العامه ضرورة ذلك. فقط هذه بعض ملاحظة الآلية فقط. تفضل سيدتي.